الجمهور هيقول ايه؟ الدكتور عبد المنعم عمارة كان محافظ اسماعيليه، وكانت الدراويش ساعتها كانوا ليهم جولات وصولات حتى معانا لما كان النادي الاهلي، كنا الفرقه الوحيده اللي كان اهلي لاعبها، كنت اخاف قوي فرقه الاسماعيلي، كانت فرقه ما شاء الله كانت جامده قوي. ودكتور عبد المنعم عمارة كان برضو وزير الشباب والرياضه، وبرضو كان في طفره بالنسبه للمنتخب وبالنسبه للانديه، فطبعا ربنا يديله الصحه والعافيه ويخليه يعني كشخصيه محترمه وشخصيه جميله دكتور عبد المنعم عمارة. وربنا يديك الصحه والعافيه يا دكتور، وعايزين نشوفك، وفرحانين ان انت متواجد مع كابتن مصطفى عبده المجري، ونتمنى لك دايما التوفيق والصحه والعافيه يا كابتن عبد المنعم. دكتور عبد المنعم عمارة طبعا كان محافظ الاسماعيليه في عز ما كانت الاسماعيليه اسماعيليه، وكان فريق الاسماعيليه طبعا في العهد بتاعه كان من احسن الفرق، وكان يمكن بينافس على الدوري، وكان طبعا بعديها بقى وزير الشباب والرياضه، طبعا راجل على اخلاق عاليه طبعا. الحقيقه انا اعرف ان الدكتور عبد المنعم عمارة طبعا في فترته وهو وزير الشباب والرياضه، وانا كنت الحقيقه مشارك في الفترة دي مع منتخب الإمارات لكرة القدم، كنت دكتور لمنتخب الإمارات يمكن 21 سنة، فحضرت مواقف كتيرة للدكتور عبد المنعم عمارة في الإمارات لما كان يجي منتخب مصر يلعب منتخب الإمارات في الوقت ده، والحقيقة كنت بأجد فيه يعني ممثل هايل، وهو برضو معلوماتي عنه لأني كنت في نادي النصر في دبي، هو رياضي فكان بيجي عندنا النادي ويلعب كورة ويشارك المصريين الحقيقة في الفترة دي في الإمارات، فالحقيقة أنا بذكره دايما بكل خير وبنتمنى له، حتى برضو نعلم كلنا عنه وهو فترة محافظ الإسماعيلية كان له دور أكيد كبير قوي، ولازال أهل الإسماعيلية الحقيقة ونادي الإسماعيلية بيذكروه بكل خير، وبنتمنى له دايما الحقيقه التوفيق. وزير من الوزراء المحترمين جدا اللي جم في مصر وفي الرياضه عموما بصراحه يعني. وكان يعني سياسي ورياضي في نفس الوقت، الاثنين مع بعض يعني. في عهده حصلت طفره في المجال الرياضي، وكان من اوائل الناس اللي كان ليها ايادي بيضاء على مستوى الرياضه في الرياضه عموما وبالذات في الفريق القومي لكره القدم. الدكتور عبد المنعم عمارة لما كان وزير للشباب والرياضه قدم حاجات كثيره في مجال الرياضه، وخاصه المنتخبات الرياضيه كان مهتم بيها جدا وكان بيتابعها، وكان دايما مصر ايامه حققت كثير من الانجازات، كان دايما بيزور الانديه يشوف ايه احتياجاتها الماديه وكذا، وكان بيساعد في حل المشكلات، كان الانديه الشعبيه زي المصري الاسماعيلي كذا امكانياتها ضعيفه كان بيساهم، وكان بيعطي الانديه الصعيد مساهمات ماليه لانها كانت دايما بتعاني من المشاكل والازمات الماليه، حقيقي كان واقف مع الرياضه المصريه في كل المجال، واحنا بنشكره يعني كان احد ابناء الصعيد يعني، ان فعلا كان بيعمل حاجات خدمات كتيره للانديه اللي في الصعيد، واستطاعت ان تقف على قدميها بفضل المساعدات اللي خدتها من فعاته. اهتمامه ببلده او اهتمامه بالاسماعيليه هو اللي كان مخلي النادي الاسماعيلي في وضعيه ممتازه جدا، والحمد لله دلوقتي الاسماعيلي ان شاء الله قريبا هيتعافى ويرجع لمستواه ويرجع لنا تاني لعيبه كويسين جدا بيخدموا المنتخب الوطني. دكتور عبد المنعم عمارة كان من اساس الرياضيين في مصر، وكان مسك الشباب والرياضه لفتره كبيره، وليه باع كبير مع نادي الاسماعيلي والاسماعيليه، والراجل يعني ليه في مجال الرياضه باع كبير جدا في الفتره الاولانيه اللي هي فتره الثمانينات وفتره التسعينات، فالدكتور عبد المنعم عمارة له كل الانجازات الرياضيه في الفتره ديت. هو كان محافظ الاسماعيليه في وقت من الاوقات، وكان وزير الشباب والرياضه، وكان ليه مجهود كبير في محافظة الإسماعيلية وبالذات في مع النادي الإسماعيلي ومع الشباب والرياضة عموما يعني، وراجل كان مشهود له يعني بالكفاءة وحب الجماهير ليه.